حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا. صوت نداء أمر ده ما فيش شيء معاه، يكون مهم ساعتها أو غالي علينا. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا. مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح، المهم ان المهم تتم حالا وبنجاح. مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح، المهم والاهم لينا وخلصت الكلام. اهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية في امان. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض.